أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول ما المراد بهذه الآية؟ مراد يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون توحيد الألوهية وهم أهل الجاهلية، وكذلك من شابههم من القبوريين فإنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون بتوحيد الألوهية. وقد يكون بعض المؤمنين فيه شيء من ذلك، فيكون عنده شرك أصغر، مع أنه مؤمن وموحد. ولذلك لما رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رجلا لبس خيطا من الحمى، يعني يتقي به الحمى، قطعه رضي الله عنه وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يريد بذلك الشرك الأصغر. قد يكون في الإنسان توحيد وعنده شيء من الشرك الأصغر. نعم.